دائما ندعو جميع المشاهدين اللي حابين يحضروا الأفلام يدخلوا على موقع استكانة، وهو الموقع الأول للأفلام العربية المستقلة. مثل ما أنتم شايفين على الشاشة عم بيظهر أمامكم QR كود، كل اللي عليكم تعملوا إنكم تصوروا من خلال الموبايلات، راح ينقلكم فورا لموقع استكانة لتشاهدوا الأفلام وتستمتعوا فيها. في بداية فقرة كلام أفلام لليوم راح نحكي عن فيلم مصري طقوس مسائية، ويتحدث عن ليلى. هي كاتبة روائية تعيش حالة من الانفصام في شخصيتها الحقيقية، والشخصية التي تكتبها في الرواية تعيش في الصباح كشخصيتها الحقيقية، وتعيش في المساء بشخصية الروائية، وما بين هذا وذاك نجد صراع ابنها الطفل الصغير في تلك الحياة. الفيلم من إخراج أشرف حامد اللي راح يكون معنا عبر زوم لتحدث أكثر عن هذا الفيلم، ولكن في البداية خلينا نشوف العرض الترويجي للفيلم. حقا إنها مختلفة وبألف لون لجعل الجمهور يضحك. استني يا بابا، تعرف أنا مش شفتكش من 4 سنين؟ بابا أنا مش فاكر شكلك. نهاية الفصل الأول. نعم، إذن رح نتحدث مع مخرج الفيلم الأستاذ أشرف حامد من مصر عبر زوم. أهلا وسهلا، صباح الخير أستاذ أشرف. صباح النور، إيه الأخبار؟ أهلا وسهلا فيك، شرفتنا، الله يعطيك ألف عافية. أستاذ أشرف، بداية يعني احكي لنا عن فكرة الفيلم أكثر. الفيلم ده كان مشروع تخرجي من معهد السينما، وأنا عادة بحب أعمل الأفلام اللي أصورها عن قصص حقيقية، وده كان ستوري تيلينج لولد صغير كان زميل دراسة في ثانوي شفته وفضل عالق في ذهني يعني شوية فترة كبيرة جدا، لغاية ما الفكرة كانت عبارة عن سطر كلوب لاين صغير، فكرة الولد الصغير اللي بيعيش من غير أب، اللي طول الوقت في احتياج إنه وجود أب في البيت عنده ومفيش أي أب، ودايما فكرة الانتظار دي كانت مسيطرة عليا، لأن دايما كان الولد بيقعد يتكلم عن أبوه اللي مش موجود والأفكار اللي دايماً كانت بتراوده، بس بيتكلم أكتر عن ست عايشة في المنزل لوحدها هي وابنها، وتكاد تكون الحياة الروتينية هي اللي مسيطرة عليهم أكتر، فتبدو إن بعض المشاهد ممكن تكون في المشاعر بتاعتهم هي مشاعر باردة أو مشاعر ستاتيك قوي، لكن في واقع الامر ان الصراع اللي بينشا ما بينهم هما الاثنين، المشاهد بتبقى دايناميك جدا بسبب انه السيده دي بتكتب روايه وبيحصل صراع ما بينها وما بين شخصيتها الحقيقيه وما بين الكاركتر اللي هي بتكتبه في الروايه، فبيحصل حاله من التوحد ما بين الشخصيه الحقيقيه والشخصيه اللي موجوده في الروايه، فالجدل اللي موجود هنا هل احنا ما بنبقاش عارفين هل دي شخصية الرواية ولا هل دي الشخصية الحقيقية، واللي بيقع ما بين الشخصيتين هو الولد الصغير يعني. نعم، طب أستاذ أشرف، يعني الفيلم بتحدث عن فكرة الانفصام في الشخصية كمرض نفسي، ولا بتحدث عن فكرة عدم وجود أب مثلا بالنسبة للأطفال، أو بتحدث عن فكرة الخليط بين هذا وذاك، ولا فكرة الأسرة النواة مثلا، شو الفكرة الرئيسية من الفيلم؟ الفكره الرئيسيه من الفيلم بالظبط زي التيمه اللي كان بيتكلم عنها انجمار بيرجمان بالظبط، ان ممكن يبقى فيه دبل بيرسوناليتي في الكاركتر نفسه، زي الافلام اللي عملها استاذ كمال الشيخ عندنا في السينما، انه احيانا ممكن المرض الانفصام ده ازاي ياثر على الشخصيه الطبيعيه، ازاي ممكن الكتابه نفسها من كتر التوحد اللي بيحصل ما بين الشخصيه الحقيقيه والشخصيه المكتوبه، لان ده احيانا بعض صناع الادب او بعض صناع الافلام بيقعوا فيه، لما بيحصل نوع من انواع التوحد ما بين الشخصيه، ده بيحصل اكتر كمان مع الممثلين اللي بيلعبوا الكاركتر، انه ساعات بيحصل نوع من انواع التوحد لو حصل غلط مع الكاركتر اللي بيلعبوه يعني. نعم، طب استاذ اشرف، يعني لما نتحدث عن مرض زي الفصام، مرض خطير جدا وهو مرض نفسي بحاجه لتشخيص وبحاجه لعلاج، وحضرتك كمخرج عم تتناول هذا المرض او هاي الحاله من خلال فيلم، فراح يكون اكيد في علاج درامي خليني احكي لهاي الفكره، فهل نحن بنقدم المرض كمرض او بنقدمه من خلال العمل الفني وناخده بنعالجه دراميا وبنقدمه دراميا بغض النظر عن شكله كمرض نفسي؟
لا انا يعني استغليت الموضوع اكتر بشكل سينمائي اكتر منه ممكن يكون منه بشكل اخر تاني. ازاي ان ممكن المرض ده يقدر يخلي الكاركتر ياخد قرارات او يعمل تصرفات تبدو في بعض الوقت انها مش موجودة في الحياة الحقيقية، بمعنى انه ممكن تكون التصرفات هي بالنسبة لها دي مش تصرفاتها شخصيتها الحقيقية، دي تصرفات الكاركتر اللي هي الموجود اللي بتكتبه في الرواية. لذلك حتى في الفيلم اسمه طقوس مسائية، حتى في الكاركتر انه كان دايما الصبح هي بتقعد تشتغل وهي بتمارس حياتها الطبيعية بشكل طبيعي جدا مع ابنها، ثم انه مع حضور المساء بتبتدي تبقى هي كاركتر تاني. التيمة دي بشكل او باخر اتطرحت كتير في السينما، يعني مثلا في سايلنس مع بيربمان كانت علاقه الولد بامه دايما فيها نوع من انواع التشتيت. مثلا في سعاد حسني في بئر الحرمان كنا دايما نشوف انه في الفتره الصباحيه بتاعتها هي كاركتر، بالليل هي كاركتر تاني. انا لما جيت قريت عن اعراض مرض الفصام، احيانا في فترات كبيره جدا انه فصول السنة أو تغيير الجو بيأثر على الكاركتر، أو مرور فترات زمنية مختلفة مثلا زي من الصبح لليل، من الصيف للشتاء، من الربيع للخريف، ده بيبقى ليه تأثير نفسي جدا كبير على الشخصيات يعني. نعم، نتمنى لك توفيق أستاذ أشرف. إيش في أعمال قادمة بالنسبة لك؟ إيش في أشياء عم تشتغل عليها؟ أعتقد إنه إن شاء الله بإذن الله ممكن يكون مسلسل، ده الأقرب يعني بالنسبة لي، ويعني بحب أكتر أشتغل على القصص الحقيقية أكتر اللي موجودة في الشارع المصري يعني. جميل جدا، فهي ممكن تكون تجربة كبيرة إن شاء الله، حادثة موجودة في الشارع المصري من حوالي 18 سنة أو 19 سنة. إن شاء الله بنتمنى لك التوفيق أستاذ. يا سؤال الأخير، الفيدباك أو رأي الجمهور أو كيف الناس عم بيشوفوا فيلم زي هذا الفيلم طقوس مسائية، كيف بتاخذوها؟ وين أحسن مكان تاخذوا منه يعني الفيدباك؟ أحسن مكان ممكن أخذ منه الفيدباك طبعا لو أنا بعرض الفيلم لايف موجود في القاعة مع الجمهور، ده رقم واحد. رقم اتنين إنه لما الحقيقة لما الفيلم اتعرض على استكانة فقدر يجي لي برضه فيدباك، تعرف طبعا من عدد المشاهدات، بتعرف من المسجز اللي بتوصل لك. لما بتروح مهرجان طبعا تفاعل الجمهور مع الفيلم طبعا بتقدر تحكم الفيلم ده. لما بتاخد جايزة بتاخد منشن في مهرجان معين، تعرف قد ايه انت الفيلم رحت بيه لفين. بس جميل، اعتقد اللي بيحكم ده اكتر وقت المرور اللي بيمر على الفيلم، وبعد كده هل الفيلم ده بيفضل عايش او ما بيفضلش عايش يعني. نعم، استاذ اشرف حامد المخرج المصري، شكرا جزيلا لك. شكرا لك، ميرسي. شكرا.